من الصعب إجراء مقارنة مباشرة بين طائرة السخوي 57 الروسية والفي 35 الأمريكية، حيث إن كل طائرة لها مميزاتها ومواصفاتها الفريدة. ومع ذلك يمكننا تقديم بعض المعلومات العامة حول الطائرتين لمساعدتك في فهم الاختلافات الرئيسية بينهما. السخوي 57 سو شرطة 57. السخوي 57 هي طائرة مقاتلة روسية من الجيل الخامس، تم تصميمها للقتال الجوي والهجوم على الأهداف البرية والبحرية. تتميز بتقنيات الخفاء الراداري ستيلث، وتستخدم محركاتها للتسارع السريع والتحليق بسرعة عالية. تحتوي على أنظمة إلكترونية متقدمة، بما في ذلك أنظمة الرادار والمعلوماتي. يمكنها حمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجو-جو والأسلحة الجو-أرض. الأف 35 إف 35 حزين. الأف 35 هي طائرة مقاتلة أمريكية من الجيل الخامس، تم تصميمها لتكون متعددة المهام، وتستخدم في القتال للجوي والدعم الجوي القريب والهجوم على الأهداف البرية والبحرية. تمتاز بتقنيات الخفاء الراداري والأشعة تحت الحمراء، وتعتمد على تكنولوجيا متقدمة للحصول على تفوق جوي وتخفيض توقعات الاكتشاف. تحتوي على نظام شبكة متقدم يسمح للطائرات المشاركة في المهمة بتبادل المعلومات والتعاون في الوقت الحقيقي. تمتلك مروحية متكاملة في الإصدار البحري F-35B، وقابلة للطي في الإصدار السفل F-35 مئوي. مميزات سوخوي 57. السوخوي 57 سو 57 تتمتع بالعديد من المميزات التقنية والقدرات التي تجعلها طائرة مقاتلة متطورة. إليك بعض المميزات البارزة للسوخوي 57. تكنولوجيا الخفاء الراداري. تم تصميم السخوي 57 بمراعاة خصائص الخفاء الراداري، مما يجعلها أقل قابلية للاكتشاف من قبل أنظمة الرادار العدو. تم تقليل توقعات الاكتشاف الراداري وزيادة فرص الاقتراب من الأهداف دون الكشف عنه. أداء التحليق. السوخوي 57 تتمتع بمحركات قوية وفعالة توفر لها تسارعا سريعا وقدرات تحليق عالية السرعة. يسمح هذا الأداء للطائرة بالتحليق بسرعة فائقة والتحرك بسرعة مرونة في المسافات القصيرة والطويلة. قدرات متعددة المهام. يمكن للسخوي 57 أن تؤدي مجموعة متنوعة من المهام العسكرية، بما في ذلك القتال الجوي الجو-جو والقتال الجو-أرض والهجوم على الأهداف البحرية. تم تجهيز الطائرة بأنظمة وأسلحة متعددة تتيح لها التكيف مع مختلف سيناريوهات المعركة. تقنيات متقدمة. السوخوي 57 تستخدم تقنيات متقدمة مثل أنظمة الاستشعار والمعلوماتية والتحكم الإلكتروني. تضمن هذه التقنيات أنظمة الرادار عالية الأداء ونظام معلوماتي متقدم يساعد الطيار على اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة. القدرة على الحمل العالي. يمكن للسخوي 57 حمل مجموعة واسعة من الأسلحة.
مميزات اف 35. لف شرطة 35 اف 35 هي طائرة مقاتلة متعددة المهام، تتمتع بعدة مميزات تجعلها واحدة من أكثر الطائرات تطورا في العالم. إليك بعض المميزات البارزة للاف 35. تكنولوجيا الخفاء الراداري. تم تصميم لف شرطة 35 بمراعاة خصائص الخفاء الراداري، مما يقلل من توقعات الاكتشاف من قبل أنظمة الرادار العدو. تتميز الطائرة بتصميمها المنخفض للمقطع العرضي واستخدام مواد متقدمة لتقليل التوقعات الرادارية. قدرات متعددة المهام. لف شرطة 35 تمتاز بقدرتها على أداء مجموعة واسعة من المهام العسكرية، بما في ذلك القتال الجوي الجوجو والدعم الجوي القريب والهجوم على الأهداف البرية والبحرية. يمكن للطائرة التكيف مع متطلبات المهمة وتنفيذها بفعالية. قدرات متعددة المهام. لف شرطة 35 تمتاز بقدرتها على أداء مجموعة واسعة من المهام العسكرية، بما في ذلك القتال الجوي الجوجو والدعم الجوي القريب والهجوم على الأهداف البرية والبحرية. يمكن للطائرة التكيف مع متطلبات المهمة وتنفيذها بفعالية. التكامل والتعاون. لف شرطة 35 تعتمد على نظام شبكة متقدم يسمح للطائرات المشاركة في المهمة بتبادل المعلومات والتعاون في الوقت الحقيقي. يمكنها التفاعل مع طائرات أخرى وقوات البرية والبحرية، مما يزيد من كفاءة وفعالية المهام المشتركة. إذا كانت لكم ملاحظة أو إضافة، لا تنسوا كتابتها في التعليقات. أرائكم تهمنا.